السلام عليكم. التركيب الذي سنراه اليوم هو عبارة عن جهاز لكشف المعادن. الشكل النهائي لهذا الجهاز سيكون على هذا الشكل، عبارة عن بيزير، ترانزستورين، مكتف أو 3 مكتفات ومقاومة، وهنا ملف كبير مصنوع من النحاس. إذن نبدأ. من هنا أولا نأخذ ترانزستورين من فئة بي سي 547 بهذا الشكل، بحيث نقوم بلحم قاعدة هذا الترانزستور مع إيميتر الترانزستور الثاني. بعد ذلك نقوم بلحم مكتف من فئة 4.7 نانو فاراد مع هذا الترانزستور، وهنا نضع مكتف آخر من فئة 10 بيكو فاراد، ومقاومة نربطها بهذا الشكل من هذا الترانزستور مع المكتف إلى المكان الذي يلتقي فيه المكتفان، وهذه المقاومة قيمتها 10 كيلو أوم. ثم بعد ذلك نمر إلى الملف النحاسي. كيف نقوم بصنع هذا النحاس؟ هذا الملف نقوم بلف 15 لفة انطلاقا من هنا. حينما نصل إلى اللفة 15 نترك أو نربط الطرفين هنا، وبعد ذلك نكمل 15 لفة أخرى، وهذه نهاية اللفة الثانية، بحيث يكون قطر اللفات 5 سنتيمتر. وبالنسبة لسمك السلك النحاسي هو 28 على حسب المقياس العالمي. إذن نقوم بأخذ هذه الوشيعة ونربطها بهذا الشكل. بالنسبة للسلك المشترك بين اللفات نربطها مع الترانزستور هنا، قيمته 100 نانو فاراد. وبالنسبة لإحدى الطرفين اللذان يمثلان نهاية 15 لفة على التوالي، الطرف الأول نربطه هنا والطرف الثاني نربطه هنا، ثم بعد ذلك نقوم بربط بيزير مستقطب، يعني يحتوي على قطب سالب وقطب موجب، في السالب مع هذا الترانزستور والقطب الموجب مع المكتف المربوط بالسلك المشترك للفات. وهنا نقوم بإضافة بطارية من فئة 3.7 أو 9 فولت على هذا الشكل، بحيث يكون قطبها السالب هنا والقطب الموجب هنا، وسيكون الشكل النهائي بهذا الشكل. هذه هي البطارية 3.7 فولت، هذا قطبها السالب، هنا قطبها الموجب، هنا الواشعة أو اللفات النحاسية، وهنا البيزير التي ستصدر صوتا عند اقترابنا من معدن معين.
لكي نرى شكل هذه اللفات بالتفصيل. لدينا هذا الشكل. إذن هنا 15 لفة، هنا 15 لفة، وهذا هو الخيط المشترك في الوسط، نرمز له هنا بأو أو صفر. وهذا هو القطب الثاني، وهذا هو الطرف الثالث. إذن عندما نرجع إلى هنا، هذا هو المشترك الذي وصفناه بالصفر، هذا هو الشكل. هذه اللفات سهل أن نقوم بصناعتها، نقوم فقط بأخذ سلك نحاسي مغلف أو مشمع، لا يكون سلك نحاسي عادي كالأسلاك المستعملة في الكهرباء، بل الأسلاك المستعملة في المحولات الكهربائية. وفي الأخير أقول لكم إلى اللقاء في تركيب جديد إن شاء الله.